خدنا المرة اللي فاتت البي جي تي المود اوف اوبريشن بتاعت البي جي تي وازاي نحل دايرة البي جي تي لما يكون الانبوت بتاعنا دي سي بس. يعني خدنا الدي سي اناليسيس تمام. الاسبوع دوت هناخد البي جي تي امبليفاير تمام. الاسبوع الجاي ان شاء الله المفروض الكويز بتاعكم. الكويز هيخش فيه ايه؟ هيخش فيه اللي انتوا خدتوه في السكشن. لغايه ما خدتوه في السكشن الباشمهندس هيعمل لكم كويز عليه. طب الميد تيرم، الميد تيرم هيقف لغايه ايه؟ لغايه المحاضره بتاعه النهارده. يعني الميد تيرم هندخل فيه الدايودز، هندخل فيه لغايه اخر البي جي تي. طب والكويز اللي جاي بعد الاعياد، الكويز اللي جاي بعد الاعياد دوت هنمتحن فيه المصفت، انك ما امتحنتش المصفت في الميد تيرم تمام، وهكون لسه شغاله في الاوب امب، فانت هتمتحن كويز 2 في المصفت تمام. نبدا مع بعض المحاضره. تمام، حد عنده سؤال؟ هو الميد تيرم هيبقى ام سي كيو ولا ريتن؟ وانا لسه ما حطيتوش، يعني انا ممكن الاسبوع على الاسبوع الجاي هقول لك هحطه ام سي كيو ولا ريتن. انتوا احسن يفضل لكم ايه، ام سي كيو ولا ريتن؟ ام سي كيو يا دكتور. ام سي كيو ماشي هشوف هقول لكم على اخر الاسبوع دوت ان شاء الله تمام. تمام طيب الاوديو سيستم ده عبارة عن ايه؟ عندي مايكروفون تمام، بياخد سيجنال، السيجنال بتاعتك هي الصوت، والصوت دوت فريكوانسي من 20 هرتز ل 20 كيلو هرتز تمام. السيجنال دي بتبقى صغيرة، الصوت بتاعك سيجنال صغيرة تمام. بنحتاج امبليفاير يدي جين كبير تمام، ونطلع السيجنال الكبيرة ديت على سبيكر عشان تسمع بقى ايه الصوت المتكبر تمام. ده سامبل اوديو سيستم. الميكروفون او الانبوت بتاعنا هنعبر عنه بانه كانه سيجنال تمام، نسميها في انبوت او في ام ايا كان. السيجنال دي صغيره جدا في حدود ال 10 ملي فولت، وسيريز مع السيجنال ديت في ريزيستنس تبقى في حدود ال 200 اوم، ريزيستنس صغير. السبيكر بيبقى ليه ريزيستنس صغيره تقريبا 8 اوم، حسب انت جايب سبيكر 8 اوم، هي بيتباع في السوق سبيكر 8 اوم ولا سبيكر 16 اوم تمام، بيبقى مكتوب عليها. طيب يبقى احنا كده هوت الامبليفاير بتاعنا اللي داخل عليه ايه؟ اللي داخل عليه سيجنال سيريز معاها ريزيستنس وبيخرج على ريزيستنس، ده اللود بتاعه، السبيكر ده لود وده الانبوت. يبقى الانبوت بتاعنا عبارة عن سيجنال صغيرة تمام، كأن حاطين فاريبل سبلاي، بيسموه فاريبل سبلاي ساينوسويدال ويف تمام، سيريز معاها ريزيستنس داخله على الامبليفاير. الامبليفاير ليه انبوت امبيدنس واوتبوت امبيدنس، ليه ار انبوت وار اوتبوت. ار انبوت دي الريزيستنس اللي شايفاها من الانبوت، الار اوتبوت هو الريزيستنس اللي شايفاها من ايه؟ من الاوتبوت. طب خلينا نشوف معنى كده ان الفي ام ديت اللي سيريز معاها ال 200 اوم هتشوف ار
input من الامبليفاير. تمام؟ احنا نفسنا الـ R input دي تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ سيرز معاها 200 اوم. ايه رأيكم؟ عايزين الـ input impedance دي كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة علشان ما يبقاش فيه voltage division يعني. بصوا احنا عايزين الـ VM دي كلها تروح للامبليفاير. يعني نفسنا الـ V1 دي تبقى هي VM. كل السيجنال. فاحنا عايزين بالظبط الـ R input دي كبيرة جدا. كأيديل امبليفاير R input دي بإنفينيتي. كأيديل. بحيث ان هي تبقى open circuit. مفيش كارنت ماشي فال A V واحد هي ال V M. بس طبعا ال R input دي بتاخد value. بس احنا محتاجينها تبقى اكبر ما يمكن. تمام؟ طيب نبص في الاوتبوت. الاوتبوت بتاع الامبليفاير عبارة عن source كده هوت V amplifier series معاه resistance اللي هي الـ R amplifier أو هي الـ R output بتاعتنا. تمام؟ وبعد كده طالع على اللود الـ V output. إحنا نفسنا الـ R output ديت تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ وإحنا نفسنا إن كل السيجنال ديت تروح على اللود. ال V amplifier طالع amplifier يروح على اللود فيبقى نفسنا الـ R output دي أقل ما يمكن. في الـ ideal amplifier الـ R output دي بزيرو. طبعا ما فيش R output بزيرو وما فيش R input بإنفينيتي. الـ R input بيبقى ليها قيمة والـ R output بتبقى ليها قيمة. تمام؟ يبقى احنا كده الامبليفاير عرفنا ان ليه جين بيكبر السيجنال الصغيرة اللي في الانبوت. تمام؟ نفسنا ان الانبوت امبيدنس بتاعته تبقى اكبر ما يمكن والاوتبوت امبيدنس بتاعته تبقى اصغر ما يمكن. احنا عايزين نعمل امبليفاير باستخدام البي جي تي. هناخد البي جي تي نحطه في دايرة. تمام؟ تشتغل كامبليفاير. الانبوت بتاعها هيبقى السيجنال الصغيرة ديت والاوتبوت بتاعها هيبقى واصل على سبيكر اللي هي ريزيستنس 8 اوم او هنسميها في المسائل عندنا ار لود. اللود بتاعنا. تمام يا شباب؟ في حد عنده اي سؤال؟ دكتور لو سمحتي معلش، هو مش فاهم ليه الـ R input لازم تكون أعلى حاجة؟ مش إحنا بنحاول نوصل الـ V كلها كـ input signal؟ بالظبط، عشان الـ V كلها تبقى على الطرفين دول. الـ ideal إن الـ current اللي ماشي يبقى بزيرو. تمام، طيب هو مش كده المفروض إن إحنا نعمل voltage division كده؟ كل ما زادت الـ R input هيبقى السيجنال هتوصل اقل. لا، الفولت اللي عليها يكبر. ال V1 هتساوي ايه؟ VM R input على R input زائد ال 200 اوم. هي موجوده فوق وتحت. تمام؟ اقسمها علشان ايه؟ هنا واحد هنا واحد هنا على R input. كل ما دي تزيد كل ما الترم ده يقل، الترم ده من تحت فالايه الـ V1 تزيد. تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا. وفي الاكستريم يعني الكرنت بزيرو، يعني دي اوبن سيركت، يعني الـ V1 هي VM على طول. في حد عنده سؤال تاني؟ نكمل. هنستخدم البي جي تي ازاي ان هو يكبر السيجنال؟ زي ما خدنا المحاضره اللي فاتت
اللي كنا بنحسب فيها البايس بوينت او الاوبريتنج بوينت بتاعتنا، هي دي نقطة شغال عندها البي جي تي الترانزستور بتاعنا. يعني احنا هنشغل الترانزستور بالدي سي سبلاي الاول عند نقطة كده، هو بنسميها الاوبريتنج بوينت. وعلى النقطة دي هنعمل فاريشن، يعني هيبقى عندنا دي سي ونحط عليه فاريشن. الفاريشن الصغيرة دي هتبقى على الفي بي اي ما بين البيز والإميتر، بحيث ان الفاريشن الصغيرة في الفي بي اي تعمل فاريشن كبيرة في الاي سي في الكولكتور كارنت. فالكارنت اللي هيبقى على الكولكتور الفاريشن بتاعته تبقى كبيرة. يبقى احنا حطينا فاريشن صغيرة على الفولتج بسبب الاكسبوننشال ريليشن ما بين الاي سي والفي بي اي، اترجمت الفاريشن صغيره في الفولت لفاريشن كبيره في الكارنت، ومن هنا حصل التكبير، كبرت الايه الفولت الصغير اللي داخل. طبعا كارنت كبير على ريزيستنس هيتحول لفولت ايه فولت كبير. تمام يا شباب؟ معنى كده ان احنا في الدايرة بتاعتنا هيبقى عندنا دي سي مجموع عليه اي سي. تمام؟ دايما لما بنحل الدي سي اسمها الدي سي اناليسز، لما بحل الاي سي هي الاي سي اناليسز، والحل في الاخر بيبقى دي سي زائد اي سي مجموع الاثنين. تمام يا شباب؟ احنا خدنا المرة اللي فاتت الدي سي اناليسز يتعمل ازاي، هنشوف برضو المرة دي ازاي هنركب الاي سي على الدي سي، ازاي هنجمعهم على بعض. تمام؟ الاول عايزين نستخدم موديل للبي جي تي. ليه عايز استخدم موديل؟ عايز استخدم موديل علشان صعب ان احنا نحل equation exponential مع بعض، هتلاقي المعادلات معقدة. احنا بنحب المعادلة linear، نحب نحل معادلة linear، لكن لما المعادلة يبقى فيها exponential الدنيا هتبقى complex، حل المعادلات مع بعض هيبقى complex. طب بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها small signal model، من اسمها كده small، شرط اساسي ان السيجنال اللي انت هتخش للبي جي تي تبقى صغيرة، لو كبرت يبقى انت شغال في حاجة تانية خالص، ما ينفعش تحط الموديل ده. تمام؟ علشان انتوا في الكورس دوت شغالين كله small signal model، تيجوا على الكورس الانالوج اللي بعديه تفتكروا ان هو نفس الموديل لازم يتحط. لا ما ينفعش، مادام شغال سيجنال صغيره اسمه سمول سيجنال موديل، تحط الموديل ده. السيجنال في الانبوت بتاعتك كبرت ما ينفعش تستخدم الموديل ده. تمام؟ ده اول شرط في السمول سيجنال موديل. طب تاني شرط ايه عندنا؟ تاني شرط ان انت لازم تبقى في الاكتيف مود، الموديل ده valid بس في الاكتيف مود. معنى كده الامبليفاير لازم يشتغل في الاكتيف مود، ما ينفعش يشتغل في الساتوريشن، وطبعا ما ينفعش يشتغل في الاوف. فعشان تشغل امبليفاير لازم البي جي تي يبقى في الاكتيف مود، السيجنال اللي داخل عليه صغيرة، عشان نحط ايه؟ نحط السمول سيجنال موديل. واي نقطة في السيركت الفولت بتاعها والكارنت بتاعها هيبقى عبارة عن ترمين، ترم دي سي وترم اي سي. دايما دايما بنحط الدي سي بالكابيتال لتر، لما اكتب لك كارنت كده كبير اي سي ده يبقى دي سي،
ودايما ال AC بنحطه small letter. لما اكتب لك I C صغيرة كده ده ال AC. تمام؟ نفس الكلام في الفولت. فولت ما بين CE ده DC voltage. V صغيرة CE ده AC voltage. في الآخر ال IC total هو عبارة عن إيه؟ هو ال IC بتاع ال DC زائد ال variation بتاعة ال AC. نفس الكلام ال VCE total هو عبارة عن DC component زائد AC component. تمام؟ احنا هنحل الدايرة بالDC analysis. نطلع الDC او الoperating point بتاعتنا. تمام؟ وبعد كده نحل AC analysis, نطلع اللي عايزينه من AC analysis, وفي الآخر بنجمع الاتنين مع بعض. تمام؟ طيب عشان نحل الـ AC Analysis قلنا احنا محتاجين Model, وبنحب الموديل ده يبقى Linear Model, يعني الـ Equation بتاعته Linear. طب خلينا نبص في الـ Input. الـ Input بتاعتنا عندنا, قلنا بن Input يعني بنبص من الـ Base. عندنا current اللي هو ال I base, وعندنا voltage اللي هو ال VBE. تمام؟ هنشغله عن طريق ال DC في نقطة ال operating point اللي عندها VBE بكام, بنحلها دايما ب 0.7, وال IB. تمام؟ اللي هي ايه ال IB اللي احنا ايه هنختارها, IB ال DC فاليو بتاعت البيس كارنت اللي يناظرها في اي سي كيو. تمام؟ هنعمل لينيرايزيشن للكيرف حوالين النقطة دي, عشان كده احنا عايزين دايما السيجنال صغيرة. ليه صغيرة؟ عشان الفاريشن, كأني بعمل فاريشن عند النقطة دي. تمام؟ يعني الكيرف ده كأنه لينير كده هوت. فايه؟ فجيب علاقة لينير ما بين الـ I base والـ VBE. تمام؟ الخط المستقيم ده عند نقطة الـ biasing هو عبارة عن ايه؟ هو تفاضل الـ equation عند النقطة ديت. تفاضل الإكويشن عند النقطة ديت. خط مستقيم. طب لما اقسم لك خط مستقيم, علاقة ما بين كارنت وفولت. خط مستقيم علاقة بين كارنت وفولت ده عبارة عن ايه؟ واحد على المقاومة. مقاومة بالظبط كده, عبارة عن مقاومة. فما بين البيز والإميتر, تمام؟ ما بين البيز والإميتر, هو البيز والإميتر الإنبوت بتاعنا, هنحط مقاومة. المقاومة دي هنسميها الآر باي. الآر باي دي عبارة عن السلوب بتاع الخط المستقيم المرسوم عند نقطة حل الدي سي أو نقطة الأوبريتنج بوينت بتاعتنا. طب السلوب هنا هوت بكام؟ السلوب ده variation بتاعت الـ I base بالنسبة للـ VBE. الريزيستنس عبارة عن فولت على كارنت, يبقى هي هتبقى مقلوب التفاضل بتاع الكيرف IB لـ VBE. حد تهمني؟ يبقى احنا الريزيستنس ديت هيبقى التفاضل عند نقطة الـ operating point. يعني هو مش تفاضل بس,
عند الاوبريتنج بوينت يعني الكيو بوينت عشان دي هتطلع رقم ما هياش ايكويشن ده هيطلع رقم. طيب احنا عارفين الاي بيز هو اي سي على كام؟ على البيتا. البيتا صح. والاي كولكتور هو اي اس اكسبوننشال في بي اي على في ثيرمال والبيتا عشان الاي بيز. تفاضل الكلام ده بالنسبه للفي بي اي يساوي ايه؟ اي اس على بيتا في تي على في في تي في نفس الاكسبوننشال. اي اس على بيتا في في ثيرمال صح في اكسبوننشال في بي اي على في ثيرمال صح كده؟ تمام. هو الترم ده عبارة عن ايه؟ كل ده عند الكيو بوينت الاي بي زد دي مش اي بي انا خدت البيتا كمان اللي تحت اي سي صح؟ احنا ده اي سي لا انا واخده البيتا هي اي بي من غير البيتا تبقى اي سي صح؟ بالظبط بالظبط فهي تبقى اي بي تبقى ديت اي سوري من تحت اي بي عند الكيو بوينت وفوق الفي ثيرمال تمام؟ احنا عادة بنحب نكتبها بالاي سي يعني احنا الكيو بوينت بنجيبها اي سي فهنا لو حطينا اي سي عند الكيو بوينت يبقى فوق هنا هتبقى ايه؟ في بيتا يبقى بيتا في ثيرمال على اي سي بيتا في ثيرمال على الاي سي عند الكيو بوينت لازم عند الكيو بوينت تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده جبنا علاقة ما بين الكرنت والفولت في الانبوت يعني ما بين الطرفين البيز والإميتر عبارة عن ريزيستنس بسميها ار باي قيمتها ايه؟ بيتا في ثيرمال على الاي سي عند الكيو بوينت. في حد عنده سؤال؟ طيب ده الكلام ده كان في الانبوت. في الاوتبوت بقى في الاوتبوت عندنا علاقه ما بين الاي سي والفي سي اي. احنا في الاكتف العلاقه ما بين اي سي وفي سي اي في الاكتف مود عباره عن خط كده مستقيم يعني مهما الفي سي اي اتغيرت الكرنت ثابت. معنى ان الكرنت ثابت ده معناه ايه؟ ان احنا عندنا ايه؟ current source. current source بالظبط عندي current source ما بين الكولكتور والإميتر. current ثابت ماشي ما يعتمدش على ال VCE مهما ال VCE اتغيرت الكرنت اللي ماشي ثابت. طب هو الكرنت دوت قيمته كام؟ الكرنت ده ال IC قيمته كام؟ ايه علاقته بالانبوت؟ ايه علاقته بال V input او الفي باي اللي على الريزيستنس ديت؟
هو الاي سي اللي ماشي ده هو يا اما بيتا اي بيز، تمام، يا اما حاجه في الفي باي، حاجه في الفي باي ليه علاقه بالفولت. ليه؟ عند في بي اي 1 هيطلع كارنت، عند في بي اي 2 هيطلع كارنت تاني، عند كل قيمه للاي بيز هيطلع كارنت في الاي سي، تمام، او عند تغيير الفي بي اي هيطلع كارنت مختلف. فالاي سي هي اي اس اكسبوننشال في بي اي على في ثيرمال. معنى كده ان الفي بي اي لما بتتغير الاي سي بتتغير، هي ما تعتمدش على الفي سي اي لكن تعتمد على الفي بي اي. طيب التغير ده او الفاريابل ده هو ايه؟ بنسميه الجي ام. جي ام دوت هو تفاضل الاي سي كارنت بالنسبه للفي بي اي، الاوتبوت كارنت بالنسبه للانبوت فولتج. في الاخر الاي سي كارنت اللي ماشي في الكولكتور هيساوي الجي ام في الفي باي. التفاضل ده هيطلع ايه؟ تفاضل الايكويشن دي بالنسبه للفي بي اي هتطلع الاي سي على الفي ثيرمال عند الكيو بوينت، يبقى دي الاي سي كيو على في ثيرمال، يبقى الجي ام هتساوي اي سي كيو على في ثيرمال. الار باي كنا حاسبينها هي اي سي كيو، كانت ايه؟ بيتا في ثيرمال على اي سي كيو. بيتا في ثيرمال على اي سي كيو، تمام. البيتا هي زي ما هي، في ثيرمال على اي سي كيو ده مقلوب الجي ام، يبقى الار باي هي بيتا على جي ام. يبقى احنا عندنا الموديل بتاعنا عباره عن ايه؟ مينلي ترمين ما بين البيز والاميتر ار باي، الار باي قيمتها ايه؟ بيتا على جي ام، وما بين الكولكتور والاميتر كارنت سورس ديبندنت كارنت سورس بيعتمد على الانبوت فولتج اللي هو الفي باي. ايه العلاقه ما بين الكارنت اللي ماشي في الكولكتور والفولت اللي في الانبوت؟ بنعمل البروسيد تو باي، فلما بيبي لازم يعمل اوثنتيكيشن مع جوجل، تمام، بعدها يرجع تاني. الشخص اللي بيتكلم بعد ما يرجع تاني ويكونفيرم ويبي وكل الكلام ده، يبقى قدامنا التراكينج بتاع الاوردر وهو بيتعمل كده. في اي سكرين تاني نصها او سقطت مني؟ الباشمهندس اللي بيتكلم، الباشمهندس اللي فاتح المايك، انت داخل غلط معانا. قفل المايك. مين اللي كان بيتكلم؟ ماشي تقريبا كده الناس مش معايا. نعم حضرتك يا دكتور. نعم معاك يا دكتور. حضرتك يا دكتور. تمام. يبقى احنا جبنا في الموديل الار باي والجي ام. الار باي عباره عن ايه؟ بيتا على جي ام، والجي ام عباره عن ايه؟ اي سي عند الكيو بوينت مقسومه على الفي ثيرمال. طبعا انتوا عارفين الفي ثيرمال بكام؟ ب 25 ايه؟ 25 ملي فولت. تمام مظبوط. في حد عنده سؤال هنا؟ هوت
معلش يا دكتور، انا ما كنتش فاهم برضو الجي ام هي عبارة عن ايه، يعني اكتر من هو كونستنت ضربناه في ال في باي علشان نوجد علاقة نصف بيها الاي سي. واحنا عندنا الاي سي عبارة عن جي ام في في باي، تمام؟ هي علاقة ما بين الكارنت كولكتور كارنت على الانبوت فولتج، تمام؟ الكولكتور كارنت الايكويشن بتاعتها ايه؟ اي اس اكسبوننشال، وايه الانبوت فولتج اللي هو الفي بي اي، تمام؟ فاحنا بنفاضل بنجيب الفاريشن، الفاريشن بتاعت الكولكتور كارنت بالنسبة للفاريشن بتاع الانبوت فولتج. مش احنا شغالين في الفاريشن سمول سيجنال اناليسيس اي سي اناليسيس، فبنجيب فاريشن. ما دام بنجيب فاريشن بنجيب تفاضل، تفاضل عند نقطة. فين النقطة دي؟ اللي هي كيو بوينت اللي جبناها من الدي سي اناليسيس. وضحت يا باشمهندس؟ تمام، يعني هو الجي ام هو الكونستانت بتاع التفاضل. ده حل التفاضل عند كيو بوينت. يعني شكرا يا دكتور. العب. حد عنده سؤال تاني؟ طيب في بارامتر تاني بسبب الايرلي افكت. نحن عندنا الكرنت ما هو ثابت، ده بيبقى ايه؟ ليه سلوب كده هوت. مادام في سلوب ما بين كرنت وفولت يبقى احنا عندنا ايه؟ ريزيستنس، تمام؟ بنسميها ار اوتبوت. الار اوتبوت ديت بتاعه الترانزستور بتبقى ما بين الكولكتور والاميتر، وقيمتها كام؟ قيمتها VA اللي هو بسبب الـ early effect الـ VA على الـ IC بتاعت الـ Q point بتاعتنا، تمام؟ هي VA على ICQ. عادة القيمة دي بتبقى كبيرة جدا، 50 أوم، 50 كيلو أوم أو 100 كيلو أوم، فبنعمل لها إيه؟ neglection. يعني في معظم المسائل لما بنلاقي الار اوتبوت ديت عامله لنا مشاكل في الحل بنقول انها كبيره ونعمل لها نيجلكشن، تمام يا شباب؟ يبقى احنا كده هوت الموديل ما بين بيز واميت الار باي على الار باي في في باي، الكرنت اللي ماشي بين الكولكتور للاميتر جي ام في باي، وفي الاوتبوت امبيدنس اللي هي ار نوت. وادي الثلاثة بارامترز بتوعنا، الجي ام والار باي والار اوتبوت. في حد عنده سؤال؟ تمام. طيب نحل اكزامبل. مدينا الدايرة، تمام؟ هو حال للدي سي اناليسز، ومديك على طول الحل بتاع الدي سي اناليسز دوت. مديك الاي سي كولكتور كارنت في الدي سي 1 ملي امبير، البيتا ب 100، الفي ب ايرلي ب 50 فولت، الار سي ب 1 كيلو، ومدخل انبوت سيجنال على البيز على طول. عايز الاوتبوت الاي سي، عايز الاوتبوت الاي سي، عايز ايه بقى؟ عايز جين، فولتج جين، عايز انبوت امبيدنس، عايز اوتبوت امبيدنس. اول حاجه تعملها في الاي سي اناليسيس، ده احنا كده بنعمل اي سي اناليسيس، اول حاجه ترسم الموديل بتاعك. البي جي تي اهو، ادي الكولكتور، ادي البيز، ادي الاميتر، ادي الكولكتور، ادي البيز، ادي الاميتر. ما بين البيز والاميتر ار باي، ما بين الكولكتور والاميتر الديبندنت كارنت سورس اللي ماشي فيه جي ام في باي، وبارلل معاه ار اوتبوت.
رسمنا الموديل، محتاجين نجيب ايه؟ نجيب جي ام وار باي وار اوتبوت. جي ام عباره عن ايه؟ اي سي عند كيو بوينت مقسوم على الفي ثيرمال. هو مديهاني الاي سي عند كيو بوينت بكام؟ بواحد ملي امبير على الفي ثيرمال اللي هي 25 ملي فولت، تبقى 0.04. عاده ديت مقلوب الاوم، تمام. الار باي هي بيتا على جي ام، البيتا ب 100 على الجي ام اللي احنا جبناها 0.04 تبقى 2.5 كيلو اوم. الار اوتبوت او الار نود يعني في اي على اي سي كيو، الفي اي هو مدالك ب 50 على الاي سي كيو هي 1 ملي تبقى 50 كيلو اوم. جبنا الثلاثة بارامتر بتاعت الموديل، نرسم بقى في الموديل دوت الايه باقي الدايرة، يعني البيز واصل بإنبوت، اهو البيز واصل بالإنبوت، إنبوت سيجنال، والإنبوت سيجنال على الجراوند. الإميتر واصل على الجراوند، ادي الإميتر واصل على الجراوند. الكولكتور واصل على ار سي على الجراوند، ادي الكولكتور واصل على ار سي على الجراوند. الاوتبوت واخدينه من الكولكتور، الانبوت داخل على البيز والاوتبوت واخدينه من الكولكتور. الار انبوت فين؟ الار انبوت اللي شايفينه من البيز، الار اوتبوت اللي شايفينه من الكولكتور. عايزين نحسب بقى الفولتج كان الار انبوت والار اوتبوت. الفولتج جين عباره عن ايه؟ هو في اوتبوت على في انبوت. خلوا بالكم ايه بكتبها سمول ليتر عشان احنا ايه في الاي سي اناليسس ما بكتبهاش كابيتال. طب في اوتبوت هتساوي كام؟ الفي اوتبوت الفولت على الاوتبوت، الفولت بقى من النقطه دي للجراوند. هنلاقي ان الايه الار سي بواحد كيلو والار نود بخمسين كيلو، يبقى اهمل الار نود بالنسبه لي الار سي، ما خمسين بارلل لواحد كيلو تقريبا واحد كيلو، تمام. يبقى الكرنت اللي ماشي في الار سي عباره عن ايه؟ هو اللي اسمه جي ام في باي، بس ايه من الجراوند للفي اوتبوت. ده الفي اوتبوت في اشاره نيجاتيف، جي ام في باي في ار سي. حد تهمني دكتور؟ معلش، واحنا عملنا الابروكسيميشن ده عشان ايه بالظبط؟ عشان 1 كيلو بارلل ل 50 كيلو كام؟ او حاجه تبقى اقل من 1 كيلو، حاجة أقل شوية من واحد كيلو، بس هي واحد كيلو تقريبا. تمام، فاحنا هنعتمد إنها واحد ونعوض عادي، صح؟ بالظبط كده. تمام، فالكرنت كله ماشي في الـ RC. عايزها تعملها أكوريت قوي تروح حاسب RC parallel مع R node. تمام، مادام هو مديك الأرقام كده عادي ممكن يتعملها أكوريت يتعمل إيه الـ approximation. والكرنت اللي ماشي فيهم هما الاثنين هو الجي ام في بول، تمام. وفي اشاره نيجاتيف لان اتجاه الكرنت ايه من الجراوند لنقطه الفي اوتبوت. طيب الفي انبوت بقى، الفي انبوت دوت هو الفي بول، من النقطه دي للجراوند، من النقطه دي للجراوند هي الفي باي، يبقى الفي انبوت هي الفي باي على طول. الفي باي تروح فوق وتحت، يبقى الجيم بتاعنا ماينس جي ام في ار سي بارلل مع ار نود. عندك الجي ام، عندك الار سي 1 كيلو، الار نود 50 كيلو، هتطلع تقريبا الجيم بناقص 40. الفولتج جين بناقص 40. طيب حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ لا.
معلش يا دكتور، بس انا عندي حاجه بس ملخبطاني. هو احنا عرفنا منين ان الكرنت اللي هو جي ام في باي ده ماشي في التو ريزيستنس؟ يعني عشان مش متخيلها قوي، يعني هو ماشي في الار سي وماشي في الار نوت؟ ماشي في الار سي والار نود. مش النقطه دي جراوند؟ تمام. ارسمها لك بطريقه تانيه. ادي الديبندنت كارنت سورس واصل بيه جراوند، ادي الار نود واصل بالجراوند، ادي الار سي واصله بالجراوند، وهنا هوت ادي الار باي واصله بالجراوند. ايه رايك الكرنت ده يمشي فين؟ يمشي فيهم هما الاثنين فعلا. تمام، الاثنين دول واتجاهه ايه؟ اتجاهه كده اهو. بالظبط. تمام، شكرا يا دكتور. العفو. طيب الانبوت امبيدنس، ببص للانبوت من هنا من البيز عشان اجيب الانبوت امبيدنس. خدتوا ان انتوا بتحطوا فولت، تمام، وتشوفوا الكرنت اللي ايه اللي خارج من الفولت ده. يعني هنقول حاطين هنا هو في اكس ونشوف الاي اكس بكام، فالانبوت امبيدنس هي الفي اكس على الاي اكس، تمام. الفولت الفي اكس هي الفي باي، الاي اكس هي الاي بي. العلاقه بين في باي واي بي هي الار باي. احنا ان هو بنبص من البيز بنشوف ار باي بس، بنبص من البيز بشوف ار باي، والار باي بكام؟ باتنين ونص كيلو اوم. يبقى الانبوت امبيدنس 2.5 كيلو اوم. الار اوتبوت، ببص من الاوتبوت وعايز اشوف الريزيستنس اللي ايه اللي شايفينها. ببص من الاوتبوت، بقفل اي انبوت سورس موجود. فين الانبوت سورس اللي معانا؟ عندنا الفي انبوت ده انبوت، بقفله. الكرنت سورس هيبقى اوبن سيركت. لا، ده ديبندنت كرنت سورس. الديبندنت كرنت سورس ما بنقفلوش، احنا بنقفل الايه السيجنال بتاعتنا بس. فده يبقى شورت سيركت. ما دام ده شورت سيركت، الفي باي بكام؟ زيرو. هنا زيرو وهنا زيرو، فالفي باي بزيرو. فالكرنت اللي هيمشي هنا هيبقى بزيرو، تمام. الكرنت اللي هيمشي هنا بزيرو. نحط هنا سورس ونشوف الكرنت اللي مسحوب منه، هنلاقي ايه؟ ان هو شايف كام ريزيستنس؟ الار سي بارلل مع ار نوت، يبقى الار اوتبوت هي ار سي بارلل مع ار نوت، اللي هي تقريبا الار سي اللي هي 1 كيلو اوم. في حد عنده سؤال؟ في حد اتلخبط يا شباب؟ معلش يا دكتور، معلش، بس هو دلوقتي احنا ليه رسمنا الرسمة ديت لما كنا جايين نرسم الار باي؟ كانت بعيدة خالص عن الكل سيركت بتاعت الكوليكتور. ادي البيز، صح؟ تمام. ادي الكوليكتور وادي الاميتر واصل بالجراوند، وانت بتربط كل الجراوندات ببعض، ولا ممكن ترسمهم كده مفصولين؟ وممكن كده او كده. في الاخر عمرك ما هتعمل كيسي الا عند الجراوند، عشان انت مش عارف كام نقطه واصله بيه. تمام، بس احنا ليه فصلنا من فوق بقى اللي هي النود اللي فوق دي؟ البيز مش واصله بالكوليكتور. تمام. الموديل بتاعك فين اهو؟
ما بين البيز والإميتر في R بور، ما بين الكولكتر والإميتر في الديبندنت كارنت سورس والR نود، ما فيش حاجة ما بين البيز والكولكتر. شكرا دكتور. لا حد عنده سؤال تاني؟ تمام. طب يبقى أنا لما يجيب لي أمبليفاير إيه الستبس اللي هعملها؟ أول ستب هنعمل دي سي أناليسز. في الدي سي أناليسز هو هيديني الدايرة كاملة بقى، يعني دي مش دايرة كاملة، هنا وات مديك الاي سي سيركت بس عشان تعمل اي سي أناليسز، بس هو هيديك الدايرة كاملة. هنشوف الدايرة الكاملة شكلها ايه. هنعمل دي سي اناليسز، فكل كوبلينج او باي باس كاباستور هنخليه اوبن سيركت. في الدي سي الكاباستور يساوي اوبن سيركت، يبقى اي كاباستور عندنا في الدي سي اناليسز هنخليه اوبن سيركت. وبعد كده هنحسب الكيو بوينت. ايه هو الكيو بوينت؟ الكيو بوينت اللي هو اي سي عند الكيو بوينت والفي سي اي الكابيتال، لان احنا في الدي سي اناليسز ولازم اتاكد ان احنا اكتيف مود. ما دام هو امبليفاير يبقى لازم يبقى شغال في الاكتيف مود. بعد ما نجيب الكيو بوينت نحسب السمول سيجنال بارامتر اللي هم الجي ام والار باي والR node. بعد ما نحسب البارامترز ديت نعمل AC analysis، نرسم الـ small signal circuit. ايه الـ small signal circuit؟ هي circuit بتاعتنا عاملين اي DC voltage بشورت circuit، اي DC current source بopen circuit، اي coupling او bypass capacitor بشورت سيركت. تاني عشان اعمل الـ AC analysis اي DC مش موجود، صح؟ اي DC source مش موجود، فالـ DC voltage هيبقى short circuit، الـ DC current هيبقى open circuit، الكاباستور هعتبر ان احنا الفريكوانسي بتاعتنا كبيرة فهنعمله ايه؟ short circuit. الكاباستور دايما الـ impedance بتاعته عبارة عن ايه؟ impedance بتاع الكاباستور واحد على واحد على كام؟ أوميجا سي تقريبا، أوميجا سي، جي أوميجا سي، صح؟ طب الأوميجا كبيرة الإمبيدنس بتاعته مالها صغيرة، فهعتبره شورت سيركت. هعتبر الكاباستور قيمته كبيرة والفريكوانسي كبيرة فالإمبيدنس بتاعته صغيرة، فاعتبره شورت سيركت في الـ AC analysis. تمام؟ يبقى احنا اي DC supply هنقفله، لو voltage source هيبقى شورت سيركت، لو current source هيبقى open circuit، اي capacitor هنحطه شورت سيركت. ونحسب بقى الـ amplifier parameters. ايه هما الـ amplifier parameters؟ الـ input impedance، الاوتبوت امبيدنس، الفولتج جين، الكرنت جين. الكرنت جين ده عباره عن ايه؟ كرنت في الاوتبوت على كرنت في الانبوت. طب ما هو الكرنت في الاوتبوت هو في اوتبوت مقسومه على ايه؟ ار اوتبوت، والكرنت في الانبوت هو اي سوري فولت في الانبوت على R input، صح؟ يبقى هو في الآخر V output على V input مضروب في R input على R output. يبقى احنا لو جبنا الـ voltage gain نقدر بسهولة نجيب الـ current gain، عبارة عن voltage gain مضروب في الـ R input على الـ R output. تمام يا شباب؟ يبقى عشان اعمل analysis complete analysis للامبليفاير بعمل الدي سي analysis الاول، من الدي سي analysis اطلع السمول سيجنال بارامترز بتاعتي،
ارسم الـ AC circuit تمام، ومن الـ AC circuit اطلع الـ amplifier parameters اللي هي input impedance, output impedance, voltage gain و current gain. ناخد example، ادي الدايرة كاملة بتاعتنا تمام، عندنا signal series معاها R signal، في coupling capacitor موصلين وما بين الـ input ودايرة الـ amplifier، بمعنى صح كأن ده الميكروفون بتاعنا وصلناه بكاباستور على النقطة ديت. النقطة ديت عليها RB1 و RB2، RB1 على DC supply اللي هو VCC، RB2 على ground، واصلين بالبيز بتاع الـ BGT، الاميتر واصل بجراوند، الكولكتور واصل على ار سي على دي سي سبلاي اللي هو في سي سي، من الكولكتور طلعين كابلينج كاباستور تاني اللي هو سي سي 2، مطلعين على الاوتبوت على اساس ان الاوتبوت ده هو الايه السماعه بتاعتنا اللي هي ار لود. قايل لك الار انبوت هتاخدها في النقطة من النقطة ديت، يعني من بعد الار سيجنال، مش هتحسب معاك الار سيجنال. الار اوتبوت هتاخدها من النقطة ديت، يعني مش هتاخد معاها الار لود. الار اوتبوت داش هتاخد معاها الار لود. اي نقطة هنا هوت في الدايرة دي عليها تو كومبوننت دي سي واي سي، يعني الـ VBE عبارة عن DC راكب عليه AC، الـ IC عبارة عن DC value راكب عليه الـ AC. تمام؟ يبقى أي نقطة في السيركت ديت two component DC و AC. احنا قلنا أول step بنحل إيه؟ بنحل الـ DC. عشان احل اعمل دي سي اناليسيس بعمل ايه؟ اي كابلينج كاباستور اوبن سيركت، احنا قلنا الدي سي الكاباستور اوبن سيركت، يعني الكاباستور ده اوبن، الكاباستور ده اوبن. لما الكاباستور يبقى اوبن كانه فصل ما بين اليمين والشمال، فكان فصلنا الايه الجزء ده خالص، فهيبقى عندنا الدايره عباره عن ايه؟ دي سي اهو RB1 و RB2 وادي الترانزستور بتاعنا RC على الدي على السبلاي VCC وتحت الايه الجراوند، وهنا الكاباستور اوبن سيركت، هنا الكاباستور اوبن سيركت. عندنا كاباستور تاني اللي هو CC2 هيبقى اوبن سيركت، يعني هيفصل الـ RL عن الدايرة بتاعتنا. في الآخر الـ DC Analysis السيركت بتاعتها هتبقى بالمنظر دوت، VCC من فوق، Ground من تحت، وإيه اللي طار؟ أي حاجة قبل الكاباستور هنا هوت، وهنا أي حاجة بعد الكاباستور ده، عشان الكاباستور Open Circuit. ففصلت الـ Input وفصلت الايه الاوتبوت لود. دي الدي سي سيركت، تعرفوا تحلوا الدي سي سيركت؟ هو كده هيبقى فولتج ديفايدر، فهيخش هنا صح، هتجيب 7، يعني انت هتحولها لايه في 7 وار 7 عشان ترجع للايه ترانزستور كده اهو ار RC هنا هوت وهنا جراوند وV7 على جراوند، يعني أسهل حاجة تجيب 7 في النقطة دي. ليه بقى؟ عشان تحل input loop و output loop. تحط الإكويشن بتاعت input loop وتحط الإكويشن بتاعت output loop وتحلها وتجيب الـ Q point، الـ Q point بتاعتك اللي هي الـ ICQ والVCE،
وتشك ان هو في الاكتف مود، لازم يبقى في الاكتف مود. ومن الكيو بوينت هتحسب الجي ام والار باي والار نود. جبنا الجي ام والار باي والار نود، نقدر نخش على الاي سي اناليسز. نعمل ايه في الاي سي اناليسز؟ قلنا اي دي سي سبلاي هنعمل له ايه؟ هنقفله. طب بص كده، ايه الدي سي سبلاي اللي عندنا؟ ايه الدي سي سبلاي؟ VCC. VCC voltage، فهقفله يعني هيبقى short، يعني فوق هنا هو هيبقى ground. جميل. عندنا DC current، ما عندناش. تمام. طيب اي coupling capacitor هنعمله short circuit. اي كابلينج كاباستور هنعمله شورت سيركت. ادي كابلينج كاباستور شورت سيركت، ادي كابلينج كاباستور شورت سيركت. تمام. هنحط الموديل بتاع الايه، البي جي تي اللي هو الار باي والديبندنت كارنت سورس، ونرسم الدايره دي تاني. يعني ترسم الدايره دي تاني بالموديل بتاع الايه، البي جي تي، وتحل الدايره دي، تجيب الار انبوت، R output، R output dash، ال voltage gain، ال current gain. يبقى ده ال AC analysis. بدل حليت ال DC analysis وال AC analysis، عملت complete analysis لل A لل circuit date. تمام يا شباب؟ في حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. ايوه تمام. في حاجه؟ لا مفيش سؤال. تمام. عندنا ثلاث دوائر مهمين، او ثلاثه توبولوجي للامبليفاير باستخدام البي جي تي. ايه هم الثلاثه توبولوجي دول؟ وهم دول هنأكد عليهم ان شاء الله في السكشن، هنحلهم in details في السكشن. تمام. اول حاجه دايره اسمها common emitter amplifier. ايه common emitter amplifier؟ common emitter يعني الاميتر هو الكومن، الاميتر هو اللي common ما بين الانبوت والاوتبوت. يعني مدخل input على البيز والإميتر، مطلع الأوتبوت على الكولكتور والإميتر. يبقى هنا من الكومن الإميتر، common emitter. input داخل ما بين الكولكتور والإميتر، طالع سوري داخل ما بين البيز والإميتر، طالع ما بين الكولكتور والإميتر، اسمه common emitter. تمام. نعمل له DC analysis. أي coupling capacitor قلنا open circuit، نحسب الـ Q point، ونجيب الـ small signal parameters. قلنا أدي هي هتبقى دي DC circuit، هتحل الدايرة دي. قلنا هتحلها إزاي؟ هتروح جايب 7N V7N و R7N للنقطة ايه؟ للجزء ده، وتوصله بالايه؟ بالترانزستور RC على سوري على VCC. وهنا ground ال V7N. حد يقدر يقول لي هيساوي ايه الفولت عند النقطة دي؟ هيبقى في سي سي في الار بي 2 على ار بي 2 زائد ار بي 1. بالظبط كده، في سي سي في ار بي 2 على ار بي 2 زائد ار بي 1. والار 7 الاثنين بارلل مع بعض. بالظبط، ار بي 1 بارلل مع ار بي 2. مظبوط.
بس، وعندنا input loop و output loop. الإيكويشن بتاعت الانبوت لوب هتبقى ايه؟ في سيفنن يساوي ان هو هيمشي ايه؟ اي بيز، خلي بالكم انا بكتب كابيتال، اي بيز في ار سيفنن زائد في بي اي كابيتال، علشان ده دي سي، ده الانبوت. احنا عندنا في سيفنن، عندنا ار سيفنن، عندنا في بي اي، ما هو اكتف مودي و 0.7 فولتج. نجيب الـ IB، بعد كده الـ Output Loop VCC هيساوي IC RC زائد VCE. الـ IC نقدر نجيبها منين؟ من الـ IB. IC هيساوي بيتا I بيس، يبقى هنا هو فاضل VCE نجيب، ونأكد ان احنا في الاكتف مود، ونجيب الايه السمول سيجنال بارامتر اللي هي جي ام وار باي وار نوت. جبنا البارامتر دول، نخش في الاي سي اناليسز. في الاي سي اناليسز اي دي سي هيبقى شورت سيركت، اي دي سي هيبقى شورت، اي دي سي فولتج هيبقى شورت سيركت، تمام. اي كابلينج كاباستور هيبقى شورت سيركت، تمام. نرسم الموديل. الموديل عباره عن ايه؟ ما بين البيز والاميتر في ايه؟ في الار باي. الاميتر واصل بيه ايه؟ جراوند. ما بين الكولكتور والإميتر في ديبندنت كارنت سورس، اللي بيمشي فيها كارنت اسمه ايه؟ جي ام في باي. فين الفي باي؟ على الار باي، وفي ار نود. ما دام الار نود دي بارالل ديبندنت كارنت سورس وفي طرف جراوند، احنا ممكن ايه؟ نكتبه على الجراوند كده على طول. نشوف بقى واصل بالبيز ايه. بص، واصل هنا بالبيز ايه؟ RB1 على جراوند، RB2 على جراوند، يعني واصل بالبيز RB1 بارلل مع RB2. ما دي للجراوند ودي للجراوند، وعند النقطة دي اسمها V input. النقطة دي V input. وبعد كده عندنا R signal، بعد كده هوت V signal. الناحية التانية ال collector واصل على V output، وال V output عليها R load للground. حد عنده أي سؤال؟ طب إحنا كده رسمنا الـ AC circuit، تمام؟ عايزين نطلع بقى إيه؟ input impedance، output impedance، والـ voltage gain. الـ voltage gain بتاعنا هو عبارة عن V output على V signal. ال V signal اهي، ال V output اهي، عندنا نقطة في النص اسمها V input. لو قسمناها فوق وتحت هي عبارة عن V output على V input في V input على V signal. عملت حاجة؟ قسمتها فوق وتحت، تمام؟ فالأسهل إن أنا أجيب V output لل V input، بعد كده أجيب V input لل V signal. ماشي؟ طيب مين يقدر يقول لي بقى V output بكام؟ ال V output أهو GM V by
في الـ RL؟ بإشارة نيجاتيف، لأن الكرنت ماشي كده هوت، يعني كأنه ماشي من الجراوند للإيه؟ للكولكتور، صح؟ ففي إشارة نيجاتيف جي إم في في باي بالظبط في الـ R نود، ممكن نقول إنها بارلل للـ R نود أو أهمل الـ R نود. تمام؟ ده الـ V output. الـ V input عبارة عن إيه؟ هنا هو الـ V input ده هو الـ V pi على طول، مش محتاج، هو الـ V pi. فالـ V output على الـ V input هو minus GM RL parallel مع R node. جميل. فضل لنا ايه؟ V input و V signal. ايه علاقة ال V input بال V signal؟ واحنا لو اعتبرنا كل اللي شايفينه من ال V input ده اسمه R input، كل اللي شايفينه هنا هو R input. فأنا ممكن أرسم السيركت كده اهو، عندي V signal R signal، دي نقطة ال V input شايف منها R input، صح ولا لأ؟ كل اللي شايفه من الدايرة اسمه R input. فإيه العلاقة بين V signal و V input؟ يعني V input على V signal يساوي كام؟ voltage divider. voltage divider ما بين ال R signal وال parallel بتاع R B1 و R B2؟ لا، ال R input كلها بقى. ال R input كلها، ما كل اللي شايفه هنا. دكتور معلش، ال R input اللي احنا بنشوفها بتبقى على الكوليكتور بس، سوري، على ال على الإيميتور بس، سوري البيز، بتبقى على البيز بس ولا بتبقى على الدايرة كلها؟ في الكومن إيميتور هي اللي بنشوفها من النقطة ديت، النقطة دي اللي هي على البيز، حسب السهم جايلك فين الدايرة هتجيلك. أنا عايز الإنبوت إمبيرنس من النقطة ديت، تمام؟ عشان إحنا هنغير دلوقتي مكان الإنبوت. يعني دلوقتي هجيب الـ R equivalent من أول V input لحد V output مثلا؟ اللي شايفه impedance من النقطة ديت. تمام. فانت فعليا احنا هنحسبها دلوقتي، بس خلينا ايه نقول الـ V input للـ V signal هيساوي R input على R input زائد R signal عشان voltage divider. ده الـ V input وده الـ V signal. معنى كده ان الـ voltage gain اللي هو V output على الـ V signal يساوي ايه؟ الترم ده مضروب في الترم ده، minus GM R load parallel مع R node مضروبة في R input على R input زائد R signal، الترمين دول في بعض. تمام؟ ده الـ voltage gain. الانبوت امبيدنس، بنجيب الانبوت امبيدنس ازاي؟ بنحط فولت السورس على نقطة الانبوت ونشوف الكرنت اللي مسحوب منها. فولت على الكرنت هيساوي ايه؟ الانبوت امبيدنس. خلينا نحط هنا هوت فولت السورس اللي هي النقطة دي، فولت السورس، ونشوف الكرنت اللي طالع من الفولت السورس دوت. الكرنت ده هيتقسم يروح فين وفين؟ في ال RB1 parallel مع RB2 وفي ال RPi. معنى كده ان الانبوت امبيدنس هو RPi parallel مع RB1 parallel مع RB2. يبقى الامبيدنس اللي احنا شايفينها من النقطة دي، من نقطة الانبوت،
هي RB1 parallel مع RB2 parallel مع RPi بتاعت الـ A الترانزستور. في حد عنده سؤال؟ تمام يا دكتور. والoutput impedance R output الoutput impedance اللي أنا شايفها في النقطة ديت. هقفل أي signal تمام؟ وحط VX وأشوف الكرنت اللي مسحوب من الـ VX. يعني هقفل السيجنال ديت واجي هنا في الاوتبوت احط في اكس واشوف الكرنت اللي طالع من في اكس. الكرنت ده الفي اكس الكرنت الاي اكس ده هيمشي في الار ال والار نود، وبسبب ان احنا قافلين الانبوت الفي باي دي هتبقى بزيرو، فيبقى الار اوتبوت اللي احنا شايفينها هي ار سي. وانا نسيت احط هنا ار سي، هي ار سي بين ار سي برضو ار ال بارالل مع ار سي. هي ار سي بارالل مع ار ال بارالل مع ار نوت. ده الاوتبوت، الاوتبوت امبيدنس. قفلنا الانبوت supply فال V pi دي بزيرو، فال dependent current source دوت مش هيمشي current، فال current الوحيد اللي ماشي هيبقى في ال RL اللي parallel مع RC اللي parallel مع R node. قلنا ال voltage gain عبارة عن ايه؟ ناقص GM في RC parallel مع RL parallel مع R node مضروبة في R input على R input زائد R signal. جبنا الـ voltage gain، input impedance، output impedance، نقدر نجيب الـ current gain. الـ current gain هو I output على I input اللي هو عبارة عن V output على R output dash على V input على R input. احنا عندنا V output على V input، عندنا R input، عندنا R output dash. ايه الفرق ما بين R output dash و R output؟ R output dash واخدة معاها ال R load. مش مصحصحين معايا. يبقى احنا ال R output هي RC parallel مع R node بس، وال R output dash هي R output parallel مع R L اللي هي عبارة عن R C parallel مع R node parallel مع R L. يبقى ال V node V output على V input ما فيهوش برضو ال R L صح؟ ال V output، ال V output ده على V input. لا في ال R L. بس اللي هيفرق في الـ R out dash والـ R out بس دي الـ الـ R output dash مش جاي معاها الـ RL. سوري الـ R output dash هي اللي جاي معاها RL. الـ R output مش جاي معاها الـ RL. فدي V output على R output dash. V input على R input. V input على R input. طب معلش يا دكتور، هو ايه الفرق بقى ما بين الار اوت والار اوت داش؟ يعني دي بنستخدمها في ايه ودي بنستخدمها في ايه؟ ده مطلوب، عايز مطلوب عادي يعني، بس مش لو عايزك استخدمها الاوتبوت امبيدنس بتاعت الامبليفاير بس من غير اللود. اللود ده ممكن يبقى سماعه 8 اوم او سماعه 16 اوم. فانت لما بتعمل ديزاين للامبليفاير بتهتم ان انت تجيب له الاوتبوت امبيدنس من غير اللود اللي انت حاطه، ولما تحط اللود الجين هيتاثر هيقل، فانت بتهتم الاوتبوت امبيدنس مع اللود. تمام تمام شكرا. في حد عنده سؤال تاني؟ طب نكمل. في الـ common emitter عندنا حاجة اسمها degenerated common emitter.
الديجنريتد كومن اميتر ديت. احنا كنا موصلين الاميتر بالجراوند على طول، لا احنا هنحط ار اميتر ما بين الاميتر والجراوند، بنسميها ديجنريشن ريزيستنس. ليه بنزود الريزيستنس ديت؟ انت هتاخدوها في التجربه، هتحسبوا الجين من غير الار اي، وبعد كده تحطوا الار اي وتحسبوا الجين، هتلاقوا الجين قل قوي كمان في المعمل. تمام، امال احنا حطينا الار اي ليه ما دام قلل الجين؟ الار اي بتدي ستابيليتي للسيركت ديت، بتعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، بتخلي السيركت دي مور ستيبل. تمام، بحيث ان لو حصل اي فاريشن بسبب التمبريتشر، بسبب اي افكت تاني، تمبريتشر مثلا غير لي الفولت فغير الكارنت، الار اي ديت تعمل ستابيليتي، بحيث ان لو في بي اي ديت زادت الكارنت الاي سي هيزيد، فالاي اميتر هنا هتزيد. فلما الاميتر كارنت هتزيد الفي اي هتزيد، فالفي بي اي هتقل، فهو كان التأثير اساسا ان هو بيزيد فانا هقلله فهيفضل ثابت، فبلغي تأثير الزيادة اللي حصل. مش مهم قوي، بس احنا بنعمل ديجنريشن عشان السيركت تبقى ستيبل اكتر. تمام، بس مشكلتها ان انا لما احط الار اي كده هوت الجين بيقل، وهتحسبوا الجين في السكشن لما احط الار اي. تمام، الدوائر دي مهم تحلها كلها بايدك. تمام، لان هو الامتحان مش هيطلع عن واحده من الدوائر ديت. طب ما دام الجين بيقل ايه حله؟ بنحط حاجه اسمها باي باس كاباستور parallel للRE، بحيث ان في DC analysis الكاباستور ده open circuit فالRE موجودة، فباخد الافكت بتاعته بتاع الاستابيليتي في DC. لكن في AC analysis الكاباستور ده هيبقى short circuit فالRE مش موجودة، فالفولتج جين هيحصل له ايه؟ هيزيد، هيرجع تاني لقيمته الأساسية اللي هو لما كان في الدايرة من غير RE. يبقى وجود الRE بيقلل الفولتج جين علشان احنا محتاجينه في DC، الRE ده محتاجينه في DC عشان الدايرة تبقى ستيبل، فنروح حاطين parallel كاباستور عليه، بحيث ان الكاباستور في DC يبقى open circuit، في الدي سي الار اي موجودة، في الاي سي اناليسيس الكاباستور ده هيبقى short circuit فالار اي مش موجودة. تمام يا شباب، في حد عنده اي سؤال؟ في المعمل هتحسب الجين من غير ار اي، الجين باستخدام ار اي من غير كاباستور، من غير باي باس كاباستور، والجين باستخدام ار اي وباستخدام الباي باس كاباستور، ده هتعملوه في المعمل. طيب تاني دايره عندنا اسمها كومن كولكتور. كومن كولكتور فين الكولكتور بتاعنا؟ اهو الكولكتور ده كومن، يعني الانبوت داخل ما بين البيز والكولكتور، الاوتبوت خارج ما بين الاميتر والكولكتور. مين كومن؟ الكولكتور. الانبوت داخل ما بين البيز والكولكتور، الاوتبوت خارج ما بين الاميتر والايه والكولكتور، بنسميه كمان الاميتر فولور، وبنسميه كمان بافر. الدايره ديت بنسميها بافر. معنى بافر ان هو الجين هيساوي تقريبا بكام؟ البافر الجين بتاعه بكام؟ بواحد بالظبط. الفولتج جين
هيساوي تقريبا واحد. نفس الكلام اللي عملناه في الكومن إميتر هنكرره في الكومن كولكتور، دي سي أناليسز وإي سي أناليسز. نجيب الفولتج جين، إنبوت إمبيدنس، أوتبوت إمبيدنس، والكرنت جين. تمام؟ خلينا هسيب الدي سي اناليسز هخش على الاي سي اناليسز. بس اتطورت ان احنا عملنا الدي سي وجبنا الموديل بارامتر السمول سيجنال موديل بارامتر، وهنرسم السمول سيجنال سيركت. سمول سيجنال سيركت ادي البيز، ادي الكولكتور، ادي الاميتر. تمام، ارسمه تحت هنا اهوت. ادي كولكتور، ادي الاميتر، ادي البيز. ما بين البيز والاميتر عندنا ار بول، ما بين الكولكتور والاميتر عندنا ديبندنت كارنت سورس. ماشي، جي ام في بول، وعرفنا الفي بول هي اللي على الار بول. ما بين الكولكتور والاميتر في ار نوت. شوف بقى كل طرف واصل بايه. البيز واصل بار ار بي على الفي سي سي، قلنا هيبقى جراوند. اي كابلينج كاباستور هيبقى شورت سيركت. ار بي على جراوند، ده واصل بار بي على الجراوند. واصل بايه كمان؟ بار سيجنال على الفي سيجنال. ار سيجنال على الاي في سيجنال، والفي سيجنال على الجراوند. الاميتر واصل بار اي على الجراوند، واصل بار اي على الجراوند. واصل بايه كمان؟ بار ال على الجراوند، بار ال الجراوند. ار ال عليها الفي اوتبوت. تمام، هنا الار اوتبوت وهنا الار اوتبوت داش. الكولكتور عليه ايه؟ عليه جراوند على طول. كده رسمنا الاي سي اي سي سيركت. طيب بعد ما رسمنا الـ AC circuit، هو الـ R input فين؟ الـ R input هنا هو. نحسب الـ voltage gain. خلينا نحسب الـ voltage gain. قلنا الـ voltage gain عبارة عن V output على V signal. سمين النقطة دي V input، فهي هي V output على V input في V input على V signal. V output بكام؟ ال V output اهو، تمام؟ بكام؟ الكرنت اللي جاية في الاميتر هنا ماشية في ال RE parallel مع RL. في current هنا هيمشي في ال RE parallel مع RL. ال IE ذات نفسه؟ ما عنديش IE. يبقى GM في باي من ناحية، والناحية التانية بقى ال current اللي جاي منها. صح، يبقى احنا عندنا current اسمه GM في باي من الناحية ديت، زائد V باي على R باي من الناحية التانية. صح كده؟ تمام. الكرنت ده ماشي فين؟ ماشي في R E و R L و R نوت. R نوت للجراوند اهو،
يا هناخده في الحسبان يا هنقول الار نوت كبيره وايه نيجلكتد. خلينا ناخده في الحسبان. ار ال بارلل مع ار اي بارلل مع ار نوت. تمام. ده الفي اوت. الفي انبوت عباره عن ايه؟ ال V input الفولت عند النقطة دي هو ال V pi زائد ال V output. V pi زائد V output وال V output احنا جايبينها اهو، يبقى V pi زائد تحقوس GM V باي زائد V باي على R باي مضروبة في R L parallel مع R E parallel مع R نوت. أقسم الاثنين على بعض، V output على V input هتساوي الترم ده مقسوم على V باي زائد نفس الترم. خلينا نقسم في باي فوق وتحت، هتبقى جي ام زائد واحد على ار باي مضروبة في ار ال بارلل مع ار اي بارلل مع ار نوت. قسمت فوق على في باي، هقسم تحت برضو على في باي، واحد زائد جي ام زائد واحد على ار باي مضروبة في R L parallel مع R E parallel مع R node. خلينا نضرب فوق وتحت في R pi. لو ضربت فوق وتحت في R pi R pi في R pi هنا تبقى واحد، R pi في G M تبقى ايه؟ البيتا. هنا R باي، R باي في R في واحد على R باي تبقى واحد، هنا جي ام في R باي تبقى البيتا. أنا عايز أوصل لإيه؟ عايز أوصل لإن الترم ده تقريبا بواحد، V output على V input هيساوي في الآخر بيتا زائد واحد في R L parallel مع R E parallel مع R node مقسومة على R pi زائد بيتا زائد واحد R L parallel مع R E parallel مع R node. بصوا الترم ده متكرر تحت مجموع عليه قيمة اسمها R pi. R pi دي عادة بتبقى صغيرة، واحد كيلو أوم بالنسبة للهيصة ديت نيجليجبل، فتقريبا في اوتبوت على في انبوت بتساوي واحد، عشان كده كومن كولكتور بنسميه بافر. فاضل نجيب في انبوت على في سيجنال. طبعا في انبوت على في سيجنال بتساوي ايه؟ ادي الفي انبوت وادي الفي سيجنال، هي عباره عن ار انبوت على R signal زائد R input voltage divider. نجيب ال R input هو resistance اللي احنا شايفينها من هنا اهو، هيخش فيها R B و R pi و R E و R L و R node، هتخش كده ايه قيمة كبيرة. تمام كده احنا كبرنا كمان ال input impedance. وال R output اللي هنشوفها من هنا هيخش فيها R E و R pi و R B، هيخش فيها ايه؟ قيم صغيرة، فاحنا صغرنا ال R output. فالبفر بتاعنا ده الجين تقريبا بواحد، ال input impedance بتاعتنا كبيرة شوية، ال output impedance بتاعتنا صغيرة.
تمام يا شباب، انا هسيب لكم انتوا تحسبوا الار انبوت والار اوتبوت في السكشن. تمام، في حد عنده سؤال؟ محاضرة النهاردة دسمة، تمام؟ وما ينفعش تتاخد كده سمعي، لازم الكلام دوت يتكتب، يتحل، كل واحد يحلها بنفسه. التلات دوائر common emitter و common collector و common base اللي جاية دلوقتي، التلات دوائر دول لازم يتحلوا DC analysis و AC analysis، تمام؟ الدائرة الثالثة بتاعتنا هي common base. خلاص عرفنا الايه، البيز هو الكومن، يعني الانبوت داخل من الاميتر للبيز والاوتبوت خارج من الكولكتور للبيز. البيز هو الكومن فاسمه كومن بيز. تمام، السيجنال بتاعتنا واصله بكاباستور على الايه الاميتر، والاوتبوت واخدينه من كاباستور على اللود. نفس الكلام بنعمل DC analysis و AC analysis. تمام؟ هسيب لكم الـ common base تحلوه بنفسكم، نفس الـ steps. احنا عندنا ثلاثة configuration للـ BGT amplifier: common emitter, common collector, common base. عادة common emitter بنستخدمه في تكبير الفولت وتكبير الكرنت، voltage amplifier وcurrent amplifier. common collector ده buffer، voltage buffer، بس ممكن يستخدم انه يكبر الكرنت، current amplifier. اما common base فهو voltage amplifier، بس بالنسبة للكرنت هو current buffer، يعني ما بيديش gain للكرنت. ثلاثة سيركت دول مهمين، يعني المفروض تبقى عارف تجيب الدي سي اناليسز والاي سي اناليسز كاملة للثلاث دوائر دول. الامتحان مش هيطلع عن الثلاث دوائر دول، يعني انا مش هألف دايرة امبليفاير واجيبها لك، انا هجيب لك واحدة من الثلاثة دول. بريزيستنس ار اي موجودة مش موجودة، بارلل معاها كاباستور مش بارلل معاها كاباستور، هو ده التغيير اللي هيبقى موجود، بس مش هطلع عن الثلاث دوائر دول. عندنا حاجة اسمها الكاسكيد. ايه الكاسكيد؟ ان انا احط كذا ستيج ورا بعض. عندي ستيج واحد هو امبليفاير اهوت، تمام؟ وستيج اتنين امبليفاير تاني، ما بين كل ستيج والتانية لازم نحط كاباستور. دايما كده تلاحظ الانبوت داخل على كاباستور على دايرة الايه الامبليفاير، خارج منه على كاباستور على ستيج تانية، تمام؟ نحط كاباستور على اللود. دايما كده بنحط الايه الكابلينج كاباستور ما بين كل ستيج واللي بعديها. طيب الجين بتاع اتنين امبليفاير ورا بعض هل هيساوي الجين بتاع الامبليفاير الاولاني لوحده في الجين بتاع الامبليفاير التاني لوحده؟ لا، الجين لا يساوي الجين بتاع الاولاني في الجين بتاع التاني. ليه؟ بسبب حاجه اسمها لودنج افكت. الستيج الاولانيه هيبقى فيه هنا هوت شايفه ريزيستنس اسمها ار انبوت 2، هتخش في الجيم بتاعتها، فعشان كده الجين مش هيساوي الجين بتاع ستيج واحد في الجين بتاع ستيج اتنين. انا ممكن اجيب لك دايره كده اهو تو ستيج ورا بعض واقول لك جيب لي الجيم بكام. دكتور معلش ممكن تاني، هو ليه الجيم ده مش بيساوي الجيم ده؟ الجيم ما بين الانبوت والاوتبوت لا يساوي
الجيم بتاع ستيج A في الجيم بتاع ستيج 2 كده هو. تمام. ليه؟ علشان الجيم بتاع ستيج 1 هيبقى متأثر بالإنبوت إمبيدنس بتاعة الستيج 2، فهي هتبقى داخلة معاه في الحسبان. امال هتحل الدايرة دي ازاي؟ هترسم الـ AC circuit بتاعتها كلها ورا بعض كده وتحلها، تقسمها V output على V output 2 مضروبة في V output 2 على V input 1 مضروبة في V input 1 على V signal. يعني الـ V output على V signal تساوي V output على V output 2 مضروبة في V output 2 على V input 1 مضروبة في V input 1 على V signal، وترسم الدائرة زي ما هي ورا بعض وتحلها. بسبب اللودينج effect مش هتعرف تقول ان ايه الامبليفاير ده لوحده الجيم بتاعه كذا، الامبليفاير ده الجيم بتاعه كذا، فاضربهم في بعض. امال امتى اقدر اقول ان الجين هيساوي جين واحد في جين اتنين؟ لما اشيل اللودينج افكت. طب اشيل اللودينج افكت ازاي؟ ان احنا نحط بفر، خلي الستيج واحد دوت كومن اميتر، ده كومن كولكتور كومن اميتر، ده بفر. يعني الجين اتنين ده بواحد، ايه واحد ده قيمة، اتنين ده قيمة. البفر بيشيل اللودينج افكت، فيبقى مش هيبقى فيه لودينج على A1، فيبقى الجين V output على V input يساوي كام؟ A1 في A2 في A3، بسبب ان A2 مالها بفر، والبفر بيشيل اللودينج افكت. يعني انا لو حطيت لك 3 ستيج ورا بعض اللي في النص ده بفر، تقدر تقول لي مدام الدايره الثانيه دي الستيج 2 ده بفر، يبقى الجين هيساوي جين 1 في جين 2 في جين 3. قصدي بالجين هو الجين من غير اللود، يعني ما تعملش حساب اللود معاك. تمام يا شباب؟ في حد عنده سؤال؟ حاجة الكاسكود، كل ده عشان أكبر الجين. يعني الجين 10 ده مش عاجبني، عايز جين 100 فحط 2 ورا بعض هيحصل لودينج افكت، فمش هاخد الجين 100 فحط بفر في النص. الكاسكود بقى هحطهم فوق بعض، الانبوت هنا ما بين البيز والإميتر، تمام؟ الاوتبوت واخده من الكولكتور، تمام؟ داخل على الانبوت بتاع الترانزستور اللي فوقيه، تمام؟ خارج من الايه؟ من الكولكتور. يعني ده كومن اميتر وده كومن بيس، حاطط كومن اميتر وبعديه كومن بيس فوقيه، بنسميه كاسكود. الكاسكود دوت بيكبر الجين، يعني الجين الفولتج جين بتاع الكاسكود اكبر من الفولتج جين بتاع الامبليفاير العادي، تمام؟ وبرده هتحسبوه، هتحسبوا الار اوتبوت وار انبوت والفولتج جين. الامتحان مش هيخرج عن الثلاث دوائر كومن اميتر بالار اي او من غيرها، بالكاباستور معاها او من غير كاباستور، كومن كولكتور كومن بيز، الكونسبت بتاع الكاسكيد، الكونسبت بتاع الكاسكود. في حد عنده اي سؤال؟ في حاجه مش مفهومه يا شباب؟ الترم هيقف لغايه هنا ان شاء الله، تمام؟ وهرد عليكم في حكايه الايه، هيبقى
MCQ ولا هيبقى written عادي؟